تحتاج أحياناً أن تتخلى عن بعض أحلامك، تحتاج أحياناً أن تتخلى عن كثير من ممتلكاتك، تحتاج أحياناً أن تتخلى عن كثير من رغباتك، تحتاج أحياناً أن تتخلى عن أصدقائك الذين كنت تظن أنهم أصدقائك، تحتاج أحياناً إلى أن تتخلى عن التافه وإن كان كبيراً، عن المنصب والوظيفة إن لم تجد نفعاً في وطنك، عن الرغبة في التملك والسيطرة، عن محاولة كتابة رواية منذ سنوات لأنك أدركت الآن أنك لست كاتباً. حياتنا 86,400 ثانية، لا تضيع 100 ثانية ولا 1000 ثانية بنكد وتعب من أجل 100 أو 200 أو 1000 ثانية جبلت بالحزن والشقاء وربما النكد. اغتنم الحياة، أنت ستحيا مرة واحدة وتموت مرة واحدة، أنت خرجت من بطن أمك مرة واحدة وسترجع لبطن الأرض مرة واحدة، عش حياتك.